تحت شعار لا تدع الجلوكوما تسرق نظرك، نظمت وزارة الصحة ومركز البحر للعيون صباح اليوم يوما توعويا مفتوحا عن أعراض مرض الجلوكوما بمجمع الأفينيوز. ومن جانبه أكد اختصاصي ضغط العين في مركز البحر للعيون الدكتور طلال القريني أن عيادات وزارة الصحة تستقبل يوميا ما بين 15 إلى 20 مراجع مصاب بالجلوكوما، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يساعد في تقليل الضرر الواقع على العصب البصري. ويذكر أن اليوم التوعوي الذي تنظمه وزارة الصحة يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجلوكوما. اليوم عندنا فعالية جدا جدا مهمة اللي هي عن الماي الأزرق اللي يعرف بسارق البصر، هو بالإنجليزي اسمه الجلوكوما. هذا المرض هو ارتفاع ضغط العين. ارتفاع ضغط العين يسبب مشكلة كبيرة، لأنه ممكن يسبب فقدان بصر تدريجي ما تدرون عنه، ما له أي أعراض في البداية، لكن ممكن يسبب يعني في بداية تطور المرض ممكن فقدان مناطق معينة من البصر. طبعا بمجرد اكتشاف هذا المرض يعني في بداية الأمر يكون الأمر إن شاء الله سهل أن التحكم فيه، لأن مجرد أنك تتحكم في ضغط العين إن شاء الله ما راح يكون في أي مشاكل، ويكون عادة التحكم بواسطة القطرات. معظم الناس يكون إذا التزموا في القطرات يكون تحكم في الضغط هو كافي بالنسبة لهذا المرض. اما للمرضى اللي يعني يكونون حالات شوي مستعصيه او متاخره ممكن نلجا للجراحه.